تبقى إشكالية النظام الجزائري. أولا، هو نرجع دائما للأساس، هذه الأمور مثلا المطالب بالحقوق أو يعني أن غيرك يعترف بك ويعترف بحقك، لابد أن تكون قوي. اليوم العالم يخضع للقوة، نحن إذا كان قررنا يعني بإسرائيل، شفنا إسرائيل كيف أنه اعترف بها العالم كامل، يعني كل محرقة مثلا النازية، الفرعية كيف أنه العالم كامل، وألمانيا عوضت يعني لإسرائيل وسندتها وأصبحت يعني تأتمر بأوامر إسرائيل ألمانيا. فبالتالي أولا، لكي يعترف بك غيرك لابد أن تكون قوي، ولكي تكون قوي أقل شيء أو الانطلاقة لابد أن تكون لديك شرعية شعبية تستمد منها قوتك. النظام الجزائري يفتقد لهذه الشرعية، يعني مش ربما لا أغالي لا إذا كان قلت منذ الاستقلال. فبالتالي مسألة الشرعية لا بد منها. كذلك هناك قوى أخرى، يعني لما تكون عندك شرعية يولي هناك عندك يعني مجتمع يؤيدك، هناك جمعيات، هناك حرية، هناك مثلا يعني سلطات تعمل، هناك معناها شعب يعمل وراءك، وراء هذا النظام يسنده في مطالبه، في كل شيء مستعد يتحمل معه المسؤولية إلى غير ذلك. هذا الأمر لا يكون، وفرنسا تعلم ذلك، وهم عندما يريدون أن يعينوا رئيسا يذهبون لاستشارة فرنسا، وعندما يريدون أن يأخذوا قرارا يعني جريئا أو كبيرا على مستوى الجزائر يذهبون لأخذ رأي فرنسا. فبالتالي فرنسا لا يمكن، وهذه مصالح، لأنه وراء هذه مثل هذه القرارات ليس فقط يعني الاعتراف، وإنما هناك يعني تعويضات، هناك نعم أموال، مثلا حسابات، هناك ربما حتى على مستوى العلاقات الدولية هناك إجراءات غير ذلك. فرنسا في الحين ما دام هذا النظام ضعيف لا ترى نفسها يعني مرغمة أو يعني تذهب في هذا الاتجاه، اللي ربما تخسر وراءه أموال، ربما تخسر وراءه أمور كثيرة في الحين. فبالتالي المشكل فينا أكثر، نعم المشكل فينا أكثر من المشكل على مستوى فرنسا.